بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج وعظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيده فاطمه عليها السلام. كانت تلك الزوجه كثيره الابتسامه كثيره الفرح والسرور قبل الزواج. كانت هذه الفتاه قبل ان تتزوج تعيش حاله الانطلاق وحاله السعاده وحاله الطموح ولكن بعدما تزوجت من رجل جاف بخيل من ناحيه المشاعر جاف بخيل من ناحيه الكلمه الطيبه جاف بخيل من ناحيه الحرص على الجلوس معها عن سؤالها عن حالها عن مداراتها النتيجه قد ذهبت الابتسامه وذبلت تلك الريحانة، وأصبح حالها غير حال، من رآها كاد أن لا يعرفها، من أنت؟ كثير ما يسألونها: من أنت؟ لقد نسينا من أنت؟ أين كنت؟ وكيف أصبحت بهذه الصورة؟ آية الله العلامة الطهراني قدست روحه زكية، آية الله السيد حسين الطهراني قدست روحه زكية، يقول: إن ظلم الزوج لزوجته وإسماعها الكلمة النابية وإهمالها هو عند الله عز وجل أعظم من المسكر ألف مرة من شرب الخمر ألف مرة لماذا؟ لأن المسكر يذهب أثره شرب الخمرة يذهب أثره نعم هو من الكبائر من تهم من عنده بس هناك ما هو أعظم منه يقول هذا الخمر يذهب أثره المسكر يذهب اثره ولكن الكلمه النابيه وشتم الاباء والامهات واذيه الزوجه وظلم الزوجه واهانه الزوجه لا يذهب من قلبها ابدا هذا الالم هذا الجروح لا يذهب اثره ابدا المسكر يذهب اثره شرب الخمر اثره يذهب ولكن هذا لا يذهب اثره ابدا فيؤلم ويجرح وكما ان الذي يشرب الخمر لا سمح الله يبدأ يفعل تصرفات غير ناضجة تصرفات يقول أنا من المستحيل أن أقوم بها أنا لست أنا وربما يصل الأمر إلى الكآبة والحزن والتفكير بالانتحار كذلك المرأة التي تعاني بهذه الصورة وكأنما زوجها عندما يهملها فيتعاني أيضا من التفكير بالكآبة والتفكير بالانتحار وتتصرف غير طبيعتها ويستغرب الجميع من أقوالها وأفعالها وكأن, وكأن قد شربت مسكر يقولون مستحيل هذه فلانة هل هي قد شربت شيئا معقولة هي بهذه الصورة لذلك قال آية الله السيد حسين الطهراني بأن هذا التصرف من قبل الزوج وظلم زوجته هو أشد عند الله سبحانه وتعالى من شرب ألف من شرب ألف مسكر لأن السكر يذهب أثره وهذا لا يذهب أثره طوال حياته. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الزوج لعدم أذية زوجته، أن يداريها على كل حال وأن لا يهملها أبدا وكما قال النبي صلى الله عليه وآله إذا كان مسلما هو عليه أن يطبق قول النبي. إذا كان مسلما ويدعي بأنه من أتباع رسول الله. عندما قال النبي صلى الله عليه واله قول الرجل لزوجته احبك لا يذهب من قلبها ابدا. نسال الله سبحانه وتعالى ان تشيع في الاسر كلمات الموده والرحمه والمحبه والالفه فيما بينهم. برنامج صباحات ولائيه امين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.